البحث عن مدرسة لتعليم الأطفال بشكل مناسب ومتطور وفي نفس الوقت مبتكر، رحلة شاقة على الكثير من الأهالي، لكن خلينا نتفق أن هناك عوامل رئيسية تصنف المدارس الجيدة، فما هي هذه العوامل؟ زميلنا مبارك الكويك بيسأل الجمهور عن رأيهم في مواصفات المدارس الجيدة للطفل. خلونا نسمع أجوبتهم ونرجع لكم. قطاع التعليم اليوم صار واصل، فيها منها اشياء حكوميه وفي منها اشياء خاصه، فاليوم ايش اهم المواصفات اللي لازم تكون موجوده في المدرسه عشان تروح تدخل فيها طفلك؟ خلونا نشوف مع بعض اليوم الزوار ايش قالوا. اليوم الطفل اذا ما تعلم شيء وصار عنده يعتمد على انه يشتغل بايده ويتعلم المهارات العمليه ما نستفيد شيء من هذه المرحله. لازم يكون في موضوع يعني البيئه، بحيث انه بيئه المدرس يكون عامل الطلاب وكانهم اولاده. لو كان موضوع انه هو مدرس وطلاب وعمليه معقده، وفي كمان زمان كان في موضوع الضرب، موضوع الحين الحمد لله امورنا طيبه. ايوه الان الامور صارت احسن، يعني صار في حقوق طفل والامور صارت تركز على الامور هذه، وهذا اهم شيء، يعني يكون بيئه من زملاء من اطفال، يعني يكون من نفس البيئه من نفس المجتمع، هذا اهم شيء. يعني البيئه الامنه تهتم في سلامه الاطفال، لانه ما شاء الله عليهم في السنه هذه يكونوا حركيين وكذا. من ناحيه الدراج الطاولات الاشياء هذه صحيح. سلامه المستلزمات، المبنى يكون جيد، النظافة الشخصية، نظافة الفصول، بظن يعني في لوحات إرشادية لكل الطلاب، والإشراف متابعة المعلمين إشراف على الطلاب. تكون الإدارة يعني تواصلها مع المنزل مع الأم مع وحماس المدرسة بعد وإخلاصها في العمل، والإدارة أهم شيء، الإدارة والمعلمة، هذا كله يصب بمصلحة الطفل. أكيد المدرس أهم شيء، إنه يكون إيش المواصفات اللي فيه المدرس، إنه يكون كويس مع الطلاب كل شيء، يعني ما هو من ناحية فعاليات. طيب تحب يسوي طالب فعاليات؟ أكيد، يعني كل أسبوع أسبوعين كذا لازم فعاليات. يمكن أكثر سؤال وأصعب سؤال يواجهونه أولياء الأمور، ما أدري مش رأيك أنت في وش الأساسيات اللي تشوفين المدرسة تصنفينها أنها هي مدرسة كويسة؟ حقيقة معايير كثير وأساسية، أهمها المدرسة تطبق عندها قوانين، مدرسة حازمة، مدرسة تهمها مسؤولية أن الطفل يكون مسؤول، يهمني أنه يكون في قانون في المدرسة، لبس المريول هذا ممنوع، قائمة الممنوعات واضحة. أكره المدرسة المتساهلة، أكره المدرسة اللي مدلعة التلاميذ، اللي ما فيش أنه خلاص عادي عشان والله مدرسة أهلية سوي اللي تبغى. أنا خرجت مدرسة أهلية، كانت من أحزم وأصعب المدارس طبعا في المدينة أنا تخرجت. كنا نشوف بالعكس مدارس ثانية نقول لهم يا بختكم أنتوا كيف تقدروا تسووا كذا. إحنا كان ممنوع عندنا حفلات التخرج، ممنوع عندنا نجيب أكل من برا، ممنوع عندنا إننا نسوي غرة، اللي سووا غرة يحطوا لها فازلين فيها، ممنوع عندنا نلبس أحذية ملونة. كانت مدرسة فيها قوانين والحمد لله تخرجنا منها سعيدين جدا، ما كان في مجال للمجاملات ابدا. فهذا الشيء اللي انا ابحث عنه، مدرسه حازمه، مدرسه لها قوانين، مدرسه لها سلطه ومسؤوليه، وتعلم ابنائي حس المسؤوليه واحترام القوانين، لانه الطفل يحتاج من سن صغير جدا انه يعي حجم المسؤوليه تجاه القوانين. انت لو خرقت هذه القوانين راح تعاقب وراح تحاسب، وهذا اللي يحصل في حياتك العاديه بعد كده. لازم نعودهم من سن صغير في هذا الموضوع، إنه أنت أحترم القوانين. أتذكر كنا نغلط كنا نحاسب، يا إما الحساب هذا كان عقاب، يا إما ممكن في يصل إلى الفصل لمدة أسبوع أو أيام، أو إنه في عقاب جماعي، أو إنه الاسم بيتحط إنه هذه الطالبة ما أدري إيش سوت، أو أشياء كثير لازم، أو التعهد اللي هي أبسطها. لكن اليوم لما أنا أخلي الطفل يطلع بشكل دلع واستهتار وأديه درجات وأديه الاختبار وأديه هذه لستة الاختبار وهذه ورقة والله ذاكروا منها الاختبار وحيجي الاختبار، أنت قضيت على طفلي، أنت لا خليته يستخدم عقله، ولا خليته يبحث، ولا خليته يشعر بالمنافسة، ولا خليته يشعر بحس المسؤولية. أنت كيف حتخرج لي طفلي لهذا المجتمع؟ المجتمع اللي مليء بالقوانين، المجتمع اللي مليء بالسلوكيات، اللي إذا غلط في قانون وفي عقوبات وفي روادع. فأنا لازم أهيئ طفلي من سن صغير. تدرين ريم إيش المشكلة اللي أنا قاعدة ألاحظها؟ صارت بعض المدارس الأهلية تجارية، بمعنى أهم ما علينا رضا الطالب،
انا ما ابغى رضا الطالب. كيف نرضي الطالب؟ لا مو انت بس، بعض الامهات لو بالضبط هذه مصيبه اخرى من ولي الامر، انه ولي الامر يكون له مشكله له دخل بهذا الموضوع. بعض الامهات مو هم واعيين كفايه الحمايه الزايده لاطفالهم. ليش المعلمه هاوشت بنتي؟ ليش المعلمه زنبت بنتي؟ ايوه تجي لدرجه تتهاوش مع المعلم. بالعكس خلي طفلك ينضج، خلي يحس بهذه المسؤوليه، خلي يعيش هذه التجربه عشان فعلا تفتح مداركه، يتعلم يفهم. فانا ويواجه هذه الحياه. انا اشوف انه السبب الرئيسي في بعض المدارس الأهلية عند المشاكل من أولياء الأمور. أولياء الأمور هو يعني بالضبط، يعني زمان أولياء الأمور كانوا يودون المدرسة. يا ويلي بترفعي كلمة على المدرس. نحترم المدرس ونحترم القوانين، وإذا غلطنا يقولون أنا أكيد أنت سويتي شيء غلط عشان كذا حصل. دائما أصلا اللوم علينا. بالضبط يعني. لكن اليوم من طفل يغلط أو إنه شيء ويجي له استدعاء، بدل ما أروح أحل مشكلة هذا طفل أروح أتضارب مع الإدارة إنه أنا دافع فلوس، هذا كلام غير مقبول أبدا أبدا، يعني في الإثكس وفي أخلاقيات المهنة غير مقبول. إحنا نبغى أبنائنا إنهم يدخلوا يتعلموا ويتربوا بطريقة صحيحة ويطلعوا ناس مسؤولين في هذا المجتمع. فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل فهد الصديقي فنان يبدع بالرسم بالموسيقى ويدمج الألحان مع الألوان.